أنا عبر الاتصال الهاتفي المهندس جابر صقور رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة باللاذقية لحتى يطلعنا أكثر على التفاصيل وعلى أيضا العمل كيف عم يتم إخماد الحرائق والسيطرة عليها بهذه المناطق اللي تعرضت للحرائق خلال مبارح. يسعد صباحك أستاذ جابر. صباح الخير لكم جميع المستمعين. صباح الخير أستاذ جابر. بداية تطلعنا على وضع الحرائق حاليا، لوين وصلت؟ هل تم السيطرة عليها؟ طبعا في هو الحريق اللي نحن موجودين فيه حاليا مجموعة محاور، في بعض المحاور صارت أمورها جيدة وتحت المراقبة، ولكن لا تزال هناك بعض المحاور يتم التعامل معها بالآليات الثقيلة بالإطفائيات بفرق الإطفاء بكل الإمكانيات المتوفرة. مشكورة جهودكم، يعني أنتم بمديرية الزراعة أستاذ جابر، فوج إطفاء اللاذقية، الدفاع المدني، المجتمع الأهلي، الكل عيد وحدة عم بيكون عم يتكاتفوا لحتى يقوموا بإطفاء الحرائق. يعني اليوم خبرنا الوضع بشكل عام على أرض الواقع، وحضرتك يمكن متواجد بالمناطق اللي فيها عم يتم إخماد الحرائق، يعني نحكي أكثر نطلع أكثر على الواقع اليوم أستاذ جابر. طبعا الواقع تحسن مستمر بإذن الله تعالى، مثل ما سبق وحكينا انه في محاور فينا بنقول انه تقريبا خالصة، ولكن باقي بعض المحاور عم نتعامل لسه معها، ونأمل انه ما نطول لحتى نخمدها بشكل كامل بإذن الله. هي اندلعت الحرائق بأكثر من مكان، بأكثر من نقطة خلال ساعة. حريقين كبيرين، واحد بمنطقة ناحية مشفيكا، والحريق الثاني كان منطقة برادون، وهي منطقات متاخمة لمجموعات الإرهابية المسلحة. الحريق الأكبر كان وين أستاذ جابر؟ الحريق اللي نحن حاليا موجودين فيه هو حريق ناحية مشفيكا، عين الزرقاء، الزهراء، بستنجيق، سولات، خربة سولات، مجموعة من القرى. يعني إن شاء الله نأمل إنه بجهودكم اليوم المستمرة اليوم يتم السيطرة وإخماد الحرائق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى بتضافر كافة الجهود سواء ضمن المحافظة أم خارج المحافظة. جبنا إمكانيات من كل الجهات بالمحافظة، مشكورين كل اللي ساندونا بهذه المهمة، بالإضافة لإطفائيات من محافظة أخرى سواء من درعا، القنيطرة، ريف دمشق، جبنا إمكانيات من كل المحافظات الأخرى. تمام، ان شاء الله ما في اصابات للكادر الموجود معكم والاشخاص الموجودين، ان شاء الله دائما يعني سلامه لهم. نعرف ظروف العمل وخصوصا بهالشوب صعبه، نحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله يعني كله سالم وما في شيء. لا لا الحمد لله رب العالمين، كانت الاضرار خفيفه كثير، اختناق، استنشاق للدخان، ما فيها الاضرار الخطيره على الاشخاص، كل الاضرار ماديه أكيد. يعني أستاذ جابر يعطيكم العافية، ونحن أكيد متابعين معكم لحظة بلحظة. يعني عمليات إخماد الحرائق موجود، أكيد التلفزيون السوري موجود معكم على أرض الواقع حتى نعرف أكثر تفاصيل بهذا الموضوع. شكرا لحضرتك المهندس جابر صقور رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة على هذا الموضوع. شكرا لإلك.